النهارده كان في مشهد غريب جدا في المطار، حمار في المطار، معرفش كان رايح يسافر او مثلا زهقان من البلد. كيف وصل الحمار الى المطار؟ ده السؤال اللي يعني ادي المشهد، حتى رجال النظافه بيحاولوا ان هم يتعقبوه. الحقيقه يعني مشهد غريب جدا. ده طبعا ده الباركينج، ده ادي منطقة الركن أو الجراج بتاع المطار، والحمار يعني وصل ازاي؟ ده مشي 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 وعدى كل حتة. ده منطقة المطار دي أساسا منطقة واسعة جدا، لكن كلها صعب جدا إن حد يدخل فيها. ده احنا بنتفتش رايحين جايين، لكن الحمار لا، مش هيتفتش. الحمار في المطار، مشهد لا تشاهده إلا في مصر المحروسة.